مثلا ناخذ هون كمان مثال، لو عندي كونفير بيلت، هلا كونفير بيلت ممكن يكون حالتين، في بعض كونفير بيلت بتضلها شغاله باستمرار ات كونستنت سبيد، كمان هون الباور سؤال مش هيك لارج، خلينا نفترض انه لارج باور، ها لو كان عندي لارج باور كونتينيوسلي رانينج ات كونستنت سبيد، او ممكن يكون عندي ستارتنج وستوبنج، نطلع على هذا الابلكيشن. لو انا عندي لارج باور كونفير بيلت عليه اشياء كبيره بحملها لكنه كونستنت سبيد، ما في حاجه اغير السرعه تبعته، اذا احد التطبيقات ايش ممكن استخدم؟ احتمال كبير استخدم سكورل كيج اندكشن موتور 3 فيز. السبيد ايش عندي؟ مش مشكله كثير الكونستنت سبيد، فممكن استخدمه without VFD without a variable frequency drive، وحتى without feedback اذا كان هالسرعه يعني open loop. إذا عندي هون starting و stopping وكمان large power، هلا لأنه عندي starting و stopping كثير احتمال إني ايش استخدم معه؟ ممكن استخدم DC motor with variable speed drive، ممكن استخدم squirrel cage induction motor with variable speed. نعم مع سوفت ستارتر ماشي كويس، ممكن استخدم بدل فيربل فريكونسي درايف مثلا استخدم مع سوفت ستارتر، وممكن كمان حسب طبعا هذا اذا كان عندي بيرمنت ماجنتيك هوست موتور، بس هون الكوست عالي هاي كوست، ممكن يكون هذا من احسن التطبيقات. هون سوفت ستارتر ايش ميزه السوفت ستارتر؟ تخفف الكرنت ستارتنج كرنت، وانا اذا بدي اضل اعمل ستارتنج ستوبنج ما بدي اضل اسحب هاي كرنت، بيحمل المحرك نفسه بس اسحب كرنت عالي منه. فاحد احسن التطبيقات استخدم سكورل كيج اندكشن موتور، وعاده راح يكون في عندي جيرنج هون. في كل التطبيقات راح يكون في عندنا جيرنج. هذا التحليل هو كونفير بيلت. ناخذ مثال ثاني، لو عندي مثلا روبوتيك ارم، لو باور روبوتيك ارم، طبعا هون في عندي هاي بريسيجن وهاي بوزيشننج اكيورسي، وعندي مثلا نفترض عندي عدد من الديجريز اوف فريدم، مثلا عمال بلف هذا الديجري اوف فريدم، عندي هون ديجري اوف فريدم، من احسن التطبيقات هون بالحاله هاي ستيبر موتور او سيرفو موتورز. هذا مثال على